فتح مطار صنعاء أمام الجرحى، هل هو نتاج التفاهمات بين السعودية وميليشيا الحوثي؟ كيف فشل المبعوث الأممي في كل الملفات ونجح في ملف مطار صنعاء فقط؟ وما هي معايير الأمم المتحدة في معالجة ملفات الأزمة اليمنية يا ترى؟ أهلا بكم. عقب الانقلاب كانت الأمم المتحدة تتحدث عن قرار لمجلس الأمن يفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة الدولة السياسية والعملية السياسية للبلد. بعد فشل ذلك تقلص اهتمام الأمم المتحدة إلى معالجة ملف الحديدة وتبادل الأسرى فيما سمي باتفاق السويد. بعد فشل ذلك تقلص طموح المبعوث الأممي إلى فتح مطار صنعاء وإخراج الجرحى لتلقي العلاج. وهنا نتساءل، كيف تقلصت مهمة الأمم المتحدة من إعادة السلام والعملية السياسية للبلد إلى وسيط لإخراج الجرحى من مطار تسيطر عليه ميليشيا انقلابية؟ ولماذا يحتفي مارتن جريفيث بهذا الإنجاز بالرغم من فشله الكلي في ملفات اتفاق السويد وعدم تحقق أي بند منها؟ على الصعيد السياسي يرى مراقبون أن خطوة فتح مطار صنعاء تعد إحدى ثمار هذه التفاهمات السعودية الحوثية المستمرة منذ أسابيع. فما هو موقف الحكومة الشرعية من هذه الخطوة؟ وما مصير المطارات في الحديدة وتعز وبقية المنافذ الأخرى والتي لا تقل معاناة أهلها عن معاناة المواطنين في العاصمة صنعاء؟ منذ أن انتهت المواجهات العسكرية وتحولت الحرب إلى عمليات استنزاف في منتصف العام 2016، يعاني ملايين اليمنيين من انقطاع الطرقات المباشرة بين المناطق التي تسيطر عليها أطراف متنازعة. أغلب المنافذ الحدودية البرية والبحرية مع دول الجوار مغلقة، مع فتح جزئي لمطاري عدن والمكلا وإغلاق بقية المنافذ والطرق والمطارات. لا يتوقف تأثير هذه الحال على فئة من الشعب دون أخرى، لكنه يطال الفئات الأضعف بشكل أكثر تأثيراً، حيث يعجز الكثير من المواطنين عن السفر للعلاج أو الدراسة في ظل غلاء أجور النقل وطول مسافات الطرق ونقص درجة الأمان وسيطرة ميليشيا تابعة للإمارات على الطرق المؤدية إلى مدينة عدن، والتي لا تتوقف عن مضايقة المسافرين ومنعهم من الوصول إلى وجهتهم بشكل مستمر. ورغم طول أمد معاناة اليمنيين من إغلاق الكثير من الطرق والمطارات، يركز المبعوث الأممي جهوده في سبيل فتح مطار صنعاء وبشكل جزئي، بحيث لا يستفيد منه سوى بعض من توافق ميليشيا الحوثي على السماح لهم بالسفر للعلاج في الخارج من جرحاها أو من سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي بصنعاء. لماذا تغيب عن أعين المبعوث الأممي ضرورة فتح مطار صنعاء لكل المسافرين دون قيد أو شرط؟ ولماذا تتجاهل جهوده معاناة ملايين اليمنيين انقطعت عنهم طرق السفر بين صنعاء ومأرب وصولا لحضرموت، وبين القسمين الشرقي والغربي من مدينة تعز وصولا إلى غيرها من المحافظات؟ تجزيء الملفات سياسة انتهجها المبعوث الأممي منذ تعيينه كواحدة من طرق تفكيك الأزمة اليمنية، ولكن لماذا تضع هذه السياسة ثمرتها دائما في سلة ميليشيا الحوثي دونا عن بقية اليمنيين المتأثرين بظروف الحرب؟ تقلص دور المبعوث الأممي من القدرة على حلحلة الأزمة السياسية إلى النجاح في نقل 7 مرضى على طائرة خاصة، وهكذا تبدو كل حلول المبعوث الأممي لأزمة أنهكت كل اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الناشط السياسي إبراهيم القعطبي عبر سكايب من نيويورك، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، كيف تنظر إلى قرار فتح مطار صنعاء أمام الجرحى كما أعلنت الأمم المتحدة؟ نحن كيمنيون يعني مع فتح المطارات والمنافذ لكل أبناء الجمهورية اليمنية من مختلف المحافظ والمناطق اليمنية، لكن للأسف الشديد يبدو أن الأمور أصبحت سياسية أكثر من ما هي إنسانية بالنسبة للمواطنين في صنعاء.
ربما من تم إجلاءهم اليوم من صنعاء من الذين بحاجة إلى بعض الأمور الطبية خارج البلاد من تبع الميليشيات الحوثية، وهم من يتحكمون بالمطارات، والمواطنين الذين بإمكانهم الخروج والدخول من منفذ مطار صنعاء. للأسف الشديد المبعوث الأممي نفسه فشل فشلا ذريعا، ولم يعد في اعتقادي يصلح لهذا المنصب كونه لم يحقق أي تقدما على أي مستوى. اتفاقية السويد وفشل فيها، ما حصل في الرياض وكان جزء منه وفشل فيه، لم يقدم أي شيء. وللأسف الشديد لو كان هذا المبعوث البريطاني مبعوثا عربيا كجمال بن عمر أو المبعوث الموريتاني لتم إقالته منذ فترة، لكنه يبدو أن هذا المبعوث يعني يتواكب مع الأجندة الإماراتية السعودية والأجندة الأمريكية البريطانية بما يتعلق باليمن، وهذه الأجندة باتت واضحة أنه هناك مشروع وأطماع لتقسيم اليمن ولتمكين ميليشيات الحوثي من حكم المناطق الشمالية، بحيث أنه في المناطق الجنوبية يتم تمكين الانفصاليين من حكم تلك المناطق، ليس حكما سياديا وإنما حكما تمثيليا. ونحن نعرف وكل اليمنيين والعالم يعرف اليوم من يتحكم بالمناطق التي كان يفترض أن تكون يعني محررة، هي المناطق الآن القواعد العسكرية الإماراتية والسعودية تملي مناطق الجنوب من المهرة إلى حضرموت إلى سقطرى إلى كل المناطق اليمنية. الجيش اليمني لم يساعده في مأرب، رأينا كيف أن ميليشيات الحوثي تقصف قوات الجيش الوطني، ورأينا كيف التحالف الإماراتي السعودي لم يدخل أو يتدخل لمساعدة الجيش الوطني، وإنما بالعكس استهدفوا في مناطق الجوف وفي مناطق مأرب ومناطق كثيرة سبقتها قبل ذلك في شبوة، وتم استهداف القوى الرئاسية في عدن من قبل الميليشيات التي أعطيت السلاح من قبل هذا التحالف. فنحن أمام مشهد جديد ولعبة إقليمية ودولية في اليمن، لا ليست من أجل استعادة الشرعية ولا من أجل إيقاف الحرب ولا من أجل مساعدة الشعب اليمني، وإنما كل ما يجري هنا وهناك حتى في مطار صنعاء هو لغرض المماطلة وعطاء اليمن أملا أو اليمنيين أملا زائفا ليس حقيقيا، لا لمساعدة اليمنيين لغرض العلاج في الخارج ولا حتى بتمكينهم من مساعدتهم باستعادة الجمهورية وإنهاء الانقلابات والتشطير والانقسامات الداخلية. نعم، إذا يعني يتحدث مارتن جريفيث عن هذا الإنجاز، وهو الإنجاز الوحيد إذا ما حسب له أساسا، إن لم يكن كما يرى مراقبون أنه ناتج اتفاق أو المشاورات بين السعودية والحوثيين التي تجري منذ مدة. ولكن قبل أن نتحدث في هذا الموضوع، دعني أسألك حول يعني لماذا يعني تقلصت مهام المبعوث الأممي وأصبح فقط يتحدث عن مطار صنعاء أو ملف الحديدة؟ هل هذا فعلا هو ما جاء إليه؟ أين بقية الملفات؟ أين الملف الأساسي ككل وهو إعادة العملية السياسية للبلد وإنهاء الانقلاب؟ هذا سؤال جوهري ومنطقي، لكن هنا السؤال الحقيقي هو أن المبعوث يبدو أنه فقط يريد المنصب من أجل المنصب، وليس لم يستطع حلحلة أي وضع ولم يستطع تقديم أي تقدم لا في الملف السياسي ولا العسكري ولا الإنساني. يبدو أنه فقط مجرد أحد المسؤولين اليمنيين الذين يشغلون المناصب والوزارات لكن ليس لديهم أي وزارة أو أي صلاحية. هذا ما يجب أن يركز عليه. إذا كنا نتحدث على ضغط دولي وتحرك دولي من أجل استعادة الشرعية، يكون أول أهدافه هو إقالة هذا المبعوث الذي لا نعرف لماذا أتى وكيف أتى وما هي مهمته اليوم. يبدو أنه فقط يجتمع مع بعض الناشطين في المملكة الأردنية، لكن غير ذلك لا يقدم أي شيء. لم يستطع تحميل حتى الحوثيون ما يعني قاموا به من اعتقال للناس، ولم يعني يحققوا شيء من اتفاقية السويد أو أي عمل آخر يذكر. بل للأسف الشديد الآن تذهب الأمم المتحدة ومن خلال ممثلي لها إلى الحديث عن الحوثيين على أنهم طرف ثاني وأنهم متواجدين في الأرض وأنهم حكومة الأرض الواقع، ويتعاملون معهم على هذا الأساس. ونحن كيمنيون نعرف أن هذا ميليشيات سلالية
إجرامية، لا يعني تريد حكم اليمنيين نعم بقوة السلاح، وليس لها أي مشروع لإقامة الدولة، وإنما تمكين مع بعض الأسر السلالية من حكم اليمن بقوة السلاح والسيطرة على مقدراتهم وحياتهم اليومية. يعني هذا ليس ما يطلبه اليمنيين. نحن ما يطلبه اليمنيين هو دولة نظام وقانون، دولة فدرالية لكل اليمنيين مبنية على نظام وقانون ونظام فدرالي. أي إصلاحات أو تحركات هنا وهنا هو مجرد مماطلة وشراء بعض الوقت لبعض القوى الإقليمية التي لها أهداف ومشاريع لا تخدم الصالح اليمني. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ إبراهيم أن ينضم معنا عبد الباسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامي عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ عبد الباسط. مساء النور لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أعلنت الأمم المتحدة فتح مطار صنعاء أمام الجرحى. أستاذ عبد الباسط، ما هي قراءتك لهذا الخبر؟ أولا لا بد أن يعلم الجميع بأن إغلاق مطار صنعاء لم يكن سببه كما تروج ميليشيات الحوثيين الشرعية والتحالف، بل كانت الميليشيا هي كانت وراء العائق الكبير امام فتح مطار صنعاء، بحيث يسافر يعني المرضى وغير ذلك. الحكومه الشرعيه من خلال المفاوضات من جنيف واتفاق والسويد ايضا طرحت عده بنود يعني يناقش فتح مطار صنعاء، من ضمنها يعني أن يكون الرحلات داخلية على أساس أن تشرف الحكومة الشرعية على جميع من يريدون السفر من المرضى وغيرهم، وتضمن أيضا عدم إدخال يعني القيادات الحوثية والجرحى الحوثيين الذين تمررهم عبر السفر إلى الخارج من أجل تلقي العلاج. وهناك حديث عن تسفير يعني خبراء إيرانيين ومن حزب الله خلال هذه الأزمة، ليس جديد يعني ليس جديد على المبعوث الأممي، هو تقصد كثيرا على بنود اتفاق السويد. هناك تعثر كبير في ملف اتفاق الأسرة الأسرى والمختطفين. ماذا عمل أيضا لحصار سعد؟ هو يعني الأمم المتحدة والمبعوث الأممي يجزئون القضايا تجزئة حسب رغبتهم وايضا تخاذلهم مع ميليشيات الحوثي، يعني يريدون استمرار الانقلاب من اجل ايضا الاستفاده من ميليشيات الحوثي في يعني في خدمه اجنداتهم في اليمن. نعم، اذا عبد الباسط، يعني ما هو راي الحكومه فيما يحدث؟ يعني وكانها خارج سياق المشهد. تحدثت بدايه بان الحوثيين هم من كانوا سبب اغلاق المطار، وهم من وضعوا العراقيل ويلقون باللائمه على الشرعيه وعلى التحالف. الان يبدو ان هناك تنازلات ربما قدمت للحوثي حتى وافق على الاقل بقبول فتح المطار امام الامم المتحده او طائرات الامم المتحده. هناك محاولات كثيرة لإرضاخ الشرعية، وخاصة في الأحداث الأخيرة والمعارك العسكرية الأخيرة، وكلها في إطار يعني إرغام الشرعية ومن أجل تحركات المبعوث الأممي. وهناك أيضا لا ندافع عن الحكومة الشرعية، أيضا هناك ضعف كبير من قبل قيادة الحكومة الشرعية. أما يعني منظمة الأمم المتحدة فعليها علينا ان نسلط الضوء على ادوارها في اليمن، خاصه بعد 5 سنوات من الحرب. هي تعمل على تجزئه القضايا وعلى ايضا لا يهمها فقط ايقاف الحرب بل استمرارها. وما معنى يعني ان يحتفل المبعوث الاممي بنقل عشرات المرضى، خاصه بعد 5 سنوات وبعد عده اتفاقيات وهناك قرارات امميه، يعني هناك تطبيق جزئي فيما يخص على الحوثيين فقط. اليوم ميليشيات الحوثي تقطع الاتصالات والانترنت عن محافظه الجوف، تواصل تامين المؤسسات الخاصه والتجاريه في العاصمه صنعاء، يعني تواصل يعني فرض العقاب الجماعي على ملايين اليمنيين. اين المبعوث الاممي والامم المتحده ومنظمات المجتمع المدني من ذلك؟ ما دام والمبعوث الاممي نجح يعني وان كان
نجاحا بسيطا في فتح مطار صنعاء امام المرضى، وهذا ايضا هو ملف انساني. فبامكانه ان يضغط على ميليشيات الحوثي من ان تكف عن الممارسات وان تفرض العقاب الجماعي على كافه على المواطنين. هناك يعني في الشهرين الماضيين وما زالت تمارس عمليه التدمير، تدمير الشعب وتدمير الاقتصاد الوطني من خلال يعني منع العمله الوطنيه، وهذا له تداعيات واثر سلبيه كارثيه كبيره جدا على الملف الانساني في اليمن. فاين المبعوث الاممي غير كثير من هذه الملفات؟ هناك تخاذل واضح وكبير من قبل المبعوث الاممي ومنظومه الامم المتحده مع جماعه الحوثي. نعم، ما هو الضامن استاذ عبد الباسط في ان من سيذهبون هم فعليا من المواطنين الذين يعني لا ينتمون لميليشيا الحوثي وليسوا جرحى حرب، هم من سيستفيدون من هذا الفتح؟ خاصه ونحن نعلم ان طيران الامم المتحده طيران صغير لا يتسع لاعداد كبيره، ونعلم تمام العلم مدى الضغط الحاصل على الناس وانهم يريدون الخروج عبر المطار، خاصه المرضى منهم وكبار السن الذين لا يتحملون الذهاب في مناطق وعرة وطويلة عبر البر. طبعا نحن لا نعارض تسفير هؤلاء المرضى، ونحن نرفض بشدة عملية إيقاف مطار صنعاء خلال الأربع سنوات الماضية. لكن كما قلت سابقا يعني رفض وتعنت ميليشيا الحوثي في فتح المطار وإرغام الشرعية على أساس النزول حسب شروطها، هذا إجحاف كبير. لكن هؤلاء مرضى إنسانيين وملف إنساني شائك. كان تأخير فتح المطار إلى هذا اليوم هو خطأ كبير وخطأ فادح، وهذا وهناك كثير من المرضى، يعني هؤلاء عشرات فقط، هناك مئات بل آلاف من المرضى من الذين يحتاجون الى تسخين خارج، سواء مرضى سرطان او ثلاسيميا او من الامراض المزمنه والخطيره. فنحن لا نقف امام تسخير هؤلاء بقدر ما يعني لابد ان نكاشف الراي العام، ولابد ان نقف امام تحركات المبعوث الاممي الذي يعمل على تجزئه الملف اليمني حسب رغبته وهواه، وبما يتناسب مع الدوائر الغربيه فقط في استمرار الحرب والوقوف حائلا امام مساعي السلام. هو يسوق ان يعني ان هذه ضمن عمليات السلام، لكن اذا جئنا لملف واحد وهو ملف فقط يعني ملف الحديده، لم يعمل شيء سوى تكبير الشرعيه وخدمه الحوثي في عمليه ايقاف العمليات العسكريه واستمرار يعني سيطرتها على المدينة وعلى الموارد هذه المدينة المهمة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الباسط الشاجع مدير مكتب أو مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، نتساءل لما لا يهتم مبعوث الأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل ببقية المنافذ الحيوية والتي كانت تربط المنافذ البرية ببعضها البعض، وأيضا اليمن بالخارج، مطار تعز، مطار الحديدة، المنافذ البرية المتقطعة والتي تعلم ربما يعني كانت الطريق في السابق من صنعاء إلى عدن 8 ساعات، الآن أصبحت تصل إلى 20 و22 ساعة. فلما يتم فقط الاهتمام بمطار صنعاء على أهميته، ولكن هناك أيضا منافذ أخرى قد تتيح الفرصة للناس وتخفف الضغط؟ هذا السؤال الذي مفروض المبعوث الأممي يرد عليه، ونود أن يعرف كيف يفكر ولماذا ليختار بعض المطارات والحصار على جهة، ولكنه لا يتحدث على فتح الحصار على مدينة تعز وعلى مدن يمنية أخرى وعلى البيضاء ومناطق أخرى. أولا بالنسبة لحتى فتح المطار صنعاء ولو للحالات الإنسانية، أنا في اعتقادي أنه إهانة لكل اليمنيون. نحن ليسنا مجرد مصحة ولا مناطق أوبئة لكي ينقل فقط الأمراض من عندنا. نحن الشعب لديه أكثر من 30 مليون نسمة، يجب من حقهم حق إنساني وحق سيادي وحق من حقوقنا كأبناء هذا البلد
أن نخرج وندخل إلى بلدنا بطريقة آمنة ومستقرة، ليس يعني لا يجب التحكم عليها لا من ميليشيات داخلية ولا حتى سلطة حكومية ولا حتى من قبل الأمم المتحدة. يبدو لي يعني أن الصورة باتت واضحة أن هناك ربما صفقات خفية، يود أيضا الحوثي أن يعلن بعض الإنجاز وأنه تمكن من كسر الحصار والضغط على الأمم المتحدة والتحالف العربي من أجل فتح مطار صنعاء. السؤال الذي يطرح نفسه من الناحية الأمنية هو كيف يمكن، يعني من هي الجهات التي تقوم بتفتيش هذه الطائرات قبل إقلاعها من مطار صنعاء وأيضا وصولها إلى البلدان التي مفروض أن تصل إليها؟ هل ستتحول هذه الطائرات مستقبلا يعني إلى ربما صواريخ لمهاجمة مواقع سعودية ودول مجاورة؟ يعني كيف يعني بشكل سريع وبدون أي مسبقات أن يتم يعني السماح للحوثيين بالقيام بتسيير هكذا عمليات أو حتى الأمم المتحدة؟ وهل الأمم المتحدة هي من ستدير المطار؟ وهل هذا يعد انتقاصا في حق الحكومة الشرعية؟ هنا الأسئلة التي يجب أن نتساءل نحوها. أيضا هناك تصريحات مؤخرا حول تمكين الحوثيون من إصدار جوازات، وهذا كان ممنوع عليهم ليس فقط من قبل الحكومة الشرعية وإنما من قبل المجتمع الدولي. كان هناك كان خوفا من أن تستخدم ميليشيات الحوثي الجوازات لإعطاء قيادات من حزب الله أو إرهابيين يعني للتنقل في جميع أنحاء العالم بالجواز اليمني لأشخاص يعدوا إرهابيين ما تابعين لجماعة إرهابية كجماعة حزب الله أو أي جماعة عراقية أو تابعة لإيران. يعني في هذه المرحلة أظن أن الجواز اليمني يتيح الفرصة لأحد بالتنقل بهذه البساطة. لكن هناك وساطات، أتفق معك من هذا النقطة، لكن هناك وساطات ونحن نعرف أنه من لهم وساطات يتم التنقل، يعني ناس يعملوا لصالح الإعلام السعودي والإماراتي تجدينهم في واشنطن على سبيل المثال بالجواز اليمني، وناس يتحركون في أوروبا بالجواز اليمني يستطيعون الحصول على تأشيرات لأنهم يعملون مع هذا الطرف وذاك. وهذا معروف لدى الجهات الدولية. هنا يعني هل تجد أن هذه الخطوة أستاذ إبراهيم يعني هي تطبيع لسلطة الانقلاب في صنعاء وإعطائه الفرصة بأنه تم القبول أن يكون هو المتحكم في المطار؟ بلا شك هذا نوع من أنواع التطبيع، أن يتمكن الحوثيون من الوصول إلى أهدافهم دون إعطاء أي مقابل، يعني في الوقت الذي تضرب فيه مأرب وجوف ويتم محاصرة الجوف وقطع ألا يكون المقابل أستاذ إبراهيم أن تتوقف جماعة الحوثي عن ضرب السعودية وبالتالي أمنت السعودية على نفسها يعني لا يهمها شيء؟ وهذا ما ذكرته مسبقا أن هناك ربما صفقات سرية بين المملكة العربية السعودية. لا يعقل أن السعودية ستسمح لطائرات تنقل أشخاص أو حتى أمراض تابعين لميليشيا الحوثي عبر أجواءها إلى أي دولة كانت إلا بموافقة سعودية وبالتحري السعودية وبصفقة سعودية حوثية، يعني بمباركة أممية. المبعوث الأممي بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات هو مثله مثل ورقة الشرعية الذي يستخدمونها للإنقضاض على الجنوب، الذي يستخدمونها لشرعنة الإنقلابات ولشرعنة تواجدهم العسكري والميليشياوي في مناطق الجنوب. المبعوث الأممي أيضا هو يستخدم كشماعة من قبل هذه الدول الإقليم التي تحاول فرض سيطرتها على القرار السيادي اليمني والتحكم على المجال الجوي والبحري والبري في اليمن. هذا ما يحدث للأسف الشديد. هل تحسن أوضاع اليمنيون في الداخل والخارج؟ لا. هل بإمكان اليمنيون أن يعودون إلى الداخل بشكل آمن؟ لا. هل كم تم إنشاء مراكز صحية داخل البلاد وتوفير العلاج والمواد الغذائية؟ لا. هنا السؤال، هل نتحدث على 7 أشخاص أو 100 شخص أو حتى 1000 شخص يتم نقلهم للخارج في الوقت الذي تقوله حتى منظمة الأمم المتحدة أن هناك ملايين من الأشخاص في اليمن بحاجة إلى الأدوات الأساسية مثل الأدوات الطبية والغذاء وغيرهم من الأشياء الأساسية؟ ما المختلف هنا؟ يعني إذا الشعب اليمني بحاله يموت من كل هذه الكارثة الإنسانية وهم يقومون الآن بتمكين الحوثيين من تطبيع الأوضاع بل وإعطائهم انتصارات دون أن يعطي ميليشيات الحوثيون
اي مقابل، يعني في مثلا استهداف المدنيين او استهداف الصحفيين والمنظمات واستهداف من يخالفهم الرأي في المناطق الذي يسيطرون عليها، ايضا نهب ممتلكات الناس والمحلات التجارية وفرض الضرائب عليهم. كل تلك اعمال منافية للأعراف الدولية وللقوانين الدولية وحتى للقانون اليمني نفسه. ما الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة والتحالف السعودي الإماراتي من مساعدة اليمنيين ومحاولة الضغط على الحوثيين؟ لا شيء، بالعكس يمكنونهم من محاولة تطبيع الأوضاع والسيطرة على المناطق الشمالية أو مناطق التشطير بالمعنى الأصح. يعني نحن نعرف أن القوات التابعة للميليشيات الإنقلابية في الجنوب أو المجلس الانفصالي الجنوبي واقفة كلها على حدود الضالع، على حدود البيضاء، على حدود تعز، وهي الحدود التشطيرية، دون الحديث حول يعني محاولة مساعدة اليمنيين وحتى تطبيق القرارات الدولية التي تقول أنه لابد من المحافظة على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي اليمنية. كل ما يقومون به على الأرض وعلى السطح ووراء الأقمة كلها لا تخدم إلا المشروع الانفصالي في الجنوب والمشروع الإمامي في الشمال. لكن السؤال الجوهري والذي يعرفه الشعب اليمني ككل أنه لا الميليشيات الانفصالية ولا الميليشيات الإمامية ستتمكن من حكم اليمن مهما تقوت ومهما تم دعمها من أي جهة خارجية أو إقليمية أو حتى بواسطة المبعوث الأممي هذا والأمم المتحدة. اليمنيون لن يقبلوا ذلك طويلا وستكون هناك ثورات، وفي الأخير سيتضح للجميع أن من خدعهم ومن يحاول تمزيق وطنهم هو للأسف الشديد الجارة السيئة المملكة العربية السعودية التي لم نعم إذا تساعد نعم اليمنيين إذا بل بالعكس. اسمح لنا أستاذ إبراهيم أن ينضم معنا عبر الهاتف ياسر المليكي الناشط الحقوقي من تعز. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، أهلا بك بالسادة المشاهدين والعزيز الكرام. أهلا بك أستاذ ياسر، كونك ناشط حقوقي كيف تنظر لفتح مطار صنعاء أمام الجرحى كما أعلنته أو بجهود المبعوث الأممي؟ بالطبع أن فتح مطار صنعاء كان مطلب كثير من المنظمات المحلية والدولية، وهو بالطبع مطلب إنساني لكل المواطنين وخصوصا المحافظات العاصمة والمحافظات المجاورة لها، يعني المحافظات الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي. بالتأكيد هذا العمل الذي قام به مبعوث الأمم المتحدة والذي استطاع بعد سنة ونصف من تعيينه تقريبا أن يحلحل هذا الملف الإنساني الذي قاير فيه أطراف النزاع بملفات أخرى تعلق بجماعة الحوثي من فتح حصار مدينة تعز مقابل رفع الحكومة اليمنية والتحالف العربي الحظر عن الرحلات إلى مطار العاصمة صنعاء، لكن كانت بادرة إنسانية جيدة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي من فتح هذا الملف دون القيادات الإنسانية. للأسف الشديد الملفات الإنسانية لا ينبغي المقايضة فيها، لكن جماعة الحوثي والحكومة اليمنية قايضت بهذا الملف، لكن لنقل جماعة الحوثي انتصرت أخيرا. مع ذلك المنتصر الأول هو السكان اليمنيون، المنتصر الأول هم المرضى، هم هؤلاء السكان الذين يتجرعون المرارة والتعب في السفر إلى مدينة عدن وما يتعرضون له من مخاطر ومصاعب تواجههم في سفرهم. أتمنى أن يفتح المجال الجوي لمطار صنعاء بشكل كامل ولا يخصص للرحلات الإنسانية أي للمرضى فقط. أتمنى أن تشتغل كثير من الشركات، شركات الطيران ومنها شركة الطيران اليمنية. أتمنى أن تخصص رحلات يومية من هذا المطار. مدينة عدن نعرف كلنا أنها لم تعد في عهدة الشرعية، وهناك
فصائل أخرى استولت على هذه المدينة، وبالتالي أصبحت مخاطر السكان اليمنيين للسفر إلى مدينة عدن، فيها كثير من الصعوبات والمخاطر. إضافة لكن ألا يعد ذلك أستاذ ياسر؟ نعم، ألا يعد ذلك أنه تطبيع لسلطة الحوثي؟ يعني تم الانقلاب، هو الحاكم الفعلي الآن على الأرض، هو المتحكم بالمنافذ في الحديدة، الميناء له، وفي صنعاء المطار له، ما الذي تبقى؟ لا، ليس، لا تنظر الأمور إلى هذه المسألة من الزاوية التي قلتيها. نحن نتحدث عن جوانب إنسانية لا ينبغي لكل السلطات. ما الضامن أستاذ ياسر أن من سيسافر هم فعلا من المواطنين الذين يحتاجون للسفر، سواء للتطبيب أو الدراسة أو أي كان غرضهم؟ وهذا حق لكل مواطن أن يفتح فعلا المطار أمامه لأي غرض كان. الآن حصرت المسألة للمرضى، من يحدد هؤلاء المرضى؟ من أليست وزارة الصحة الحوثية؟ ألا يخشى أن يتم سفر فقط جرحى الحوثيين الموالين لهم؟ ما هو الضامن أن يكون المجال مفتوح لكل الناس؟ لاحظي أن الموضوع أن المطار فتح للأعمال الإنسانية أو لسفر المرضى، لا يعني أنه لا يحق تسفير جرحى الحوثيين. بالطبع ان تسفير الجرحى هي مساله انسانيه، علينا ان نفصل بين المقاتلين يقاتلون في الجبهات وبين جريح يحتاج الى رعايه انسانيه، مهما كان، سواء كان حوثي او حكومي او ايا كان الجريح من اي طرف، على كل الاطراف. انا لم اتحدث عن احقيه هذا الجريح من عدمه استاذ ياسر، انا اتحدث عن قصر هذه الرحلات لهؤلاء فقط. يعني الا يعد ذلك ظلم ايضا، واعطاء فرصه اكبر للحوثيين يعني ان يثبتوا انفسهم امام على الاقل جيشهم باننا نسفركم ونحن قادرين على الضغط على الدول بتسفيركم؟ ألا يعد ذلك أيضا ظلم لبقية الناس؟ أنا لم أتحدث عن هذا الجريح هل يستحق السفر أم لا. ظلم بقية الناس، وخصوصا في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية، يتحمل هذا الظلم هي المسؤول الأول، هي التحالف العربي إلى جانب الحكومة اليمنية. قلت أن من حق جماعة الحوثي، من حق المواطنين المرضى او غيرهم الجرحى ايا كان، من حقهم ان يسافروا. انا لا اقرا هنا افكار العهود الاممي او الضمانات التي قدمها الحكومه اليمنيه او التحالف العربي من ان هؤلاء الذين سيسافرون مرضى او غيرهم، لكن بالتاكيد ان الحكومه اليمنيه او دول التحالف العربي التي تسيطر على كامل الاجواء اليمنيه تكون قد وضعت هذا الموضوع في حسبانها، مع انه باعتقادي انه لا يحق لاي انسان ان يمنع اي انسان من الرعايه والسفر، سواء كان مريض مدني او جرحى حرب. بالتالي فان هذه الخطوه التي اقدمت عليها السلطات الحكوميه والتحالف العربي لسماح لطائرات الامم المتحده بنقل عدد من المرضى او المرضى من المحافظات اليمنيه الشماليه هي خطوه ايجابيه، علينا ان ندعمها، علينا ان نشد كل الاطراف الى ان يفكوا كل المطارات الاخرى، مطار تعز، مطارات حضرموت، مطار عدن الذي لا يعمل بكامل طاقته الاستيعابيه، هناك منع لكثير من الرحلات العربيه من ان تعمل في مطار عدن. نحن نتحدث عن ان اليمنيون لا يستطيعون، وخصوصا نعم. اذا اسمح لي استاذ ياسر، ابقى معي، لا يستطيعون السفر. نعم، ابقى معي استاذ ياسر. استمعت استاذ ابراهيم لحديث الاستاذ ياسر ولرؤيته لهذه الخطوه، كيف تعلق؟ لا، بلا شك نحن مع ان يتمكن اي متضرر في اليمن من الحصول على العلاج داخل البلاد او خارجها، لكن للاسف الشديد هذه الامور كلها سياسيه. يعني
لماذا لا يتم فتح مطار تعز؟ وكل مرة نتحدث على تعز وفتح الحصار على تعز، يقولوا خلونا نبدأ بشيء آخر، كما حدث في اتفاقية السويد حول الحديدة وحول المعتقلين، عندما تحدثنا على أنه يجب أن يكون مقابل ذلك فتح الحصار على مدينة تعز، وكان ردهم أولا نبدأ قليلا قليلا حتى نحقق جزءا ومن ثم ننتقل إلى هذه المرحلة. اليوم نفس القصة، يتحدثون على مطار صنعاء لكنهم لا يودون أن يتحدثون على مطار تعز وعلى مناطق بقية مناطق الجمهورية. فالسؤال هنا، هل هناك الوضع الإنساني والأمراض فقط في صنعاء لكنها لا توجد في تعز ولا توجد في الضالع ولا توجد في البيضاء، وهؤلاء المواطنين فقط لأن ليس لديهم ميليشيات سلالية وإنقلابية لا يمكنهم الخروج أو لا يمكن أحد الدفاع عنهم وتلبية مطالبهم؟ هذا شيء يجب أن لا نقبله وأن لا يمرر علينا مرارا وتكرارا على الـ5 سنوات الماضية. ويعني المبعوثة الأممية أيضا حول اتفاقية السويد للمرة الثانية كانوا يتحدثون على أنه خلونا نسمح لعودة المعتقلين وفك المعتقلين وهذا جزء من العملية الكبرى وأنه نبدأ بالأشياء الصغيرة. الآن فشلوا فشلا ذريعا في إطلاق سراح المعتقلين، فشلوا فشلا ذريعا في إبعاد مقدرات الدولة وميناء الحديدة من الوصول إلى ميليشيات الحوثي واستخدامها في الأمور الحربية ضد المواطنين اليمنيين. الآن يتحدثون على أنه يجب أن يكون هناك حل شامل بعد أن فشلوا في الحلول الأخرى. لا نعم نأملهم، أنا في اعتقادي أن هذا مجرد مماطلات ووهم، وهم الآن يقومون بصفقات خفية بعيدا عن الشعب اليمني وعن مصالحه. لا يتحدثون عن الأمور الإنسانية، كلما تحدثوا عن الأمور الإنسانية أو الشؤون الإنسانية بما يتعلق بالمناطق الشمالية هم يتحدثون على تمكين الحوثيون من استغلال المواد الغذائية والطبية وكل المساعدات الدولية لاستخدامها لتلك الميليشيات السلالية البغيضة التي تستخدم ذلك فقط أو تنهبها لأتباعها ومن يحاربون معها، لكنها لا تصل إلى المواطنين اليمنيين والمواطنين البسطاء الذين هم بمس الحاجة إلى تلك المساعدات الغذائية. كلما نعم، مكنوا إذن الحوثيين من خلال البوابة الإنسانية كلما طبعوا الوضع معه وكلما صادروا حق المواطنين اليمنيين في العيش بكرامة وسلام وبعيدا عن القتل والدمار. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ إبراهيم، أعود إليك ياسر. ياسر، أين وصلت جهود فك حصار تعز؟ للأسف الشديد أن اتفاق ستوكهولم كان من ضمن بنوده هو تفاهمات حول فك الحصار عن مدينة تعز، لكن أعتقد أنه ليس في وارد الحكومة اليمنية ولا التحالف العربي التي هي الطرف الآخر أو هي المسؤولة عن كثير من الصلاحيات التي منحت للحكومة اليمنية من أن تناور وتحاور وتضغط باتجاه هذا الملف أو إيجاد حلول واقعية لهذا الملف، لكنها نعم. هل تجد للأسف أن الحوثيين استطاعوا أن يفرضوا شروطهم في ما يخص مطار صنعاء وفشلت الحكومة فيما يخص تعز؟ للأسف لم أسمع سؤالك، لكن لا أستطيع قوله هو أنه فعلا أن الحوثيين إن كانوا يعتقدون أن هذا نجاح لهم بخصوص موضوع فتح مطار العاصمة صنعاء، وهو بشكل آخر فإن جماعة الحوثي تناور في مساحات فارغة. هذه المساحات كان يجب على الحكومة اليمنية، على الحكومة، كان يجب على التحالف العربي أن لا تترك هذه المساحات أمام جماعة الحوثي. تلاقت مصالح جماعة الحوثي مع مصالح المبعوث الأممي في إيجاد اختراق في إدارة هذه الأزمة الإنسانية. المبعوث الأممي يعتبر هذا انتصار له، وهو بالفعل لما أحدث هذا الاختراق مع أنه جانب إنساني بحت، كان على الأطراف اليمنية أن تقوم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها. لكن في الجانب الآخر الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي للأسف الشديد كلنا وصلنا إلى قناعة من أنها تستخدم مرض حصار تعز كوسيلة للمناورة والضغط، كوسيلة للنواح أمام المجتمع الدولي بأن الحوثيين حاصرون هذه
المدينة بالتأكيد التقت مصالح كثير من الأطراف، طلب جماعة الحوثي إزاء هذا الحصار الذي تفرضه على أكثر من مليون مواطن في هذه المدينة المكلومة، إضافة إلى تباطؤ وتراخي الحكومة اليمنية وعجزها وعدم ثقتها بنفسها. أضف إلى أن دول التحالف العربي تحديدا تستخدم هذا الملف لابتزاز المجتمع الدولي للنواع كما قلت أمام المجتمع الدولي، لأن جماعة الحوثي تستخدم هذا الملف للإجرام بحق المواطنين اليمنيين، وبالتالي هذا الملف هو إنساني وحقوقي، يخدم الطرف الآخر الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي أمام المجتمع الدولي. لم تعمل هذه الأطراف بجدية من أجل الضغط على المجتمع الدولي، من أجل الضغط على جماعة الحوثي أن تفتح حتى ولو ممرات إنسانية آمنة لهذه المدينة. كثير من الوساطات فشلت، كثير من المبادرات الاجتماعية والحكومية فشلت في اختراق جدار هذه الأزمة المتعلقة بحصار مدينة سعد والسبب هو هذا التراخي الحكومي والصلف الحوثي وعدم الاهتمام الكافي من قبل المبعوث الاممي المنظمه الامم المتحده. نعم، إذن لكن هذا التراخي من قبل المبعوث الاممي يعود الى ان الحكومه اليمنيه لم تستطع ايصال صوت هذه المدينه، لم تستطع ايصال الرساله بالشكل الذي ينبغي ان يكون. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ياسر المريكي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني هل فعلا فشلت الحكومة في إيصال صوت أبناء تعز والمناطق التي يتم حصارها؟ فشلت في تحقيق أيضا يعني كثير من النقاط خاصة في المناطق التي تعد محررة، نعلم تماما أن هناك أيضا نجد النقاط التي تعامل القادمين من الشمال بيسو، نجد مطار عدن يتوقف مرارا وتكرارا، عدم فتح مطار الريان، وكثير من المنافذ التي ربما كانت ستسهل العملية للناس. بالنسبة للحكومة الشرعية يجب أن نتجاوز هذا الموضوع وأن ننسى أن هناك حكومة شرعية، لأن هذا واقعا يعني لا يوجد لا حكومة ولا مؤسسات حكومية ولا وزراء في الداخل ولا أي شيء من هذا القبيل بجانب الميسري والجبواني، لكن كمؤسسات دولة وكشرعية بالاسم الكبير هذا الشرعية يعني موجودة خارج البلاد، هذه هي مشكلة بالنسبة لليمنيين يجب أن نتجاوزها. وأنا في اعتقادي أن الشرعية أو ورقة الشرعية هي أخطر ورقة تستخدم ضدنا اليوم لتقسيم البلاد ومحاولة إدخالنا في هذه الدوامة. لو تلاحظي للسنوات الخمس الماضية نحن نتحدث على نفس المشاكل، نتحدث على نفس الأشياء البدائيات وندور في دائرة مفرقة. لذلك أنا في اعتقادي أنه من الآن فصاعدا يجب على اليمنيين أن لا يفكروا فكيف أن يساعدهم المجتمع الدولي لأنه قد خذلهم، ولا يفكروا كيف أن يساعدهم السعودية والإمارات لأنهم ضد مصالحهم وضد يعني مصالح الجمهورية اليمنية، وهذا بات واضحا لما يعملونه على الأرض. المشروع الوحيد الذي يجب على اليمنيين الالتفاف حوله هو مشروع الدولة الجامع ومشروع بناء الدولة، وأن تكون هناك مقاومة وطنية شريفة ضد الانقلابات وضد الأطماع الخارجية. هذه هي الوسيلة الوحيدة لكل اليمنيين من أجل النجاة أو الخروج من هذه المأزق والحرب الدائرة، ومن ثم سيأتي المجتمع الدولي وسيأتي الجيران للتفاوض مع تلك القوة المقاومة الذي سيصطف ضد معها كل أبناء الشعب. فلذلك يجب على التجار وعلى المواطنين وعلى الصحفيين وعلى أصحاب الرأي وكل من له عمل أن يقوم بالعمل على إنشاء مقاومة موحدة ومد يد العون لكل من يقاوم هذه المشاريع. هذا هو الحل الوحيد بالنسبة لليمنيين، أما غير ذلك فسنظل من سيء إلى أسوأ، وسنظل نسمع عن اتفاق هنا وهناك، وهذه كل الاتفاقات لا تصب إلا في مصلحة الميليشيات والقوة الخارجية التي لها مطامع في اليمن. يجب أن نفكر من اليوم فصاعدا عن مصالحنا كيمنيين. إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم القاطب الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم.
لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.